ودلوقتي بقى نستعد برضو ل يعني في كده وصفه جميله برضو بتبقى مقرمشات بس من مكرونه. كل محبي المكرونه اللي طلبوا مننا حاجات للمكرونه. ماشي، المقرمشات بتاعت المكرونه دي سهله جدا. بصوا بقى، مقرمشات المكرونه دي محتاجه مننا حاجه بسيطه قوي. نسلق شويه مكرونه عندنا اي شكل تحبوه طبعا. هني بس ارفع الزيت هنا عشان سخن قوي. عندي بقى مكرونه نص سلقه كده او مسلوقه بشكل 80%. عندي دقيق مع نص كوبايه دقيق، عندي معلقتين نشا، عندي زيت للقلي، توابل بقى زي ما حضراتكم تحبوا. انا حطيت كمون، حطيت بابريكا، حطيت توم باودر وبصل باودر، ملح، كاري، زعتر. التوليفه دي طعمها حلو قوي. برضو من المقرمشات الجميله الواد ممكن ياكلوها بدل ما نجيب حاجات من بره، فتبقى حاجه طبيعيه ومعموله في البيت. هاخد كده يا نودي، انت معايا يا روحي؟ خليكي معايا. ايوه بصوا بقى، هاخد كده طبق كبير عشان اقدر اخلط فيه الايه المكرونه دي وفرفطها كده عن بعضها. وهاخد كده شويه من المكرونه. فكروني باللي في الفرن يا استاذ فضل اذا تكرمت. تخصص فرن حضرتك. مخبوزات وفرن يا فندم. الله يخليك يا فندم والله. كده بقى عشان نديها طبقه مقرمشه كده جميله، حمرها حلو. بصوا كده حبه حلوين كده، فرفطها شويه. بصوا جميله ازاي، اشكال بقى اللي تعجبكم، في مليون شكل يعني يعجب الولاد ويشدهم بصراحه. اهو تعالوا بقى ايه، بسم الله. احنا بقى المفضل ما نسلقش المكرونه دي بعد ما نسلقها، ما تشطفوهاش، خلوها زي ما هي كده خلاص. هناخد بقى الدقيق، هاخد خليني اخد هنا في بوله صغنونه شويه دقيق اخلطهم على النشا اهو، معلقتين من هنا كده والنشا، اعمل لها غلاف بس ومعلقه نشا بس. نقلب بقى تقليبه كده وتعال. نحط بقى على المكرونه ونبدر المكرونه تبديره خفيفه كده. يقولوا لي هشكي المكرونه، طب انا ارد اقول لهم ايه؟ طيب كده يا ندى. حاضر يا ندى، حاضر. انا عديت مرحله الهشتكه دي يا ندى من ايام اولادي كانوا صغيرين وكبروا دلوقتي. اهو بصوا اهو، بس عشان ما تبقاش زياده مننا اهو. تعالي انت هربانه، تعالي اهو، شايفين ازاي اهو؟ خلاص غطيناها كده تغطيه خفيفه زي ما حضراتكم شايفين. حاضر انت يا حسنه. بيغنوا لي الاغنيه المشهوره بتاعت الهاشتاج هاشتاج، طب ارد اقول ايه حضراتكم؟ قولوا لي. حاضر كده، حاضر، هي دي الهاشتاج. ماشي حاضر. والله انتوا سكر. بسم الله. بصوا بقى الزيت، تعالوا بس نيجي هنا اهو، عملت الشير روح قلبي. بسم الله بسم الله. خليني بس اجيب كده السبايدر عشان ما يلزقوش في بعض. ابدا ايه، ما لازم نفرفطهم برضو كده. وهي سخنه زي ما عملنا في الشيبسي، هنبدا ناخدها نحط اي فليفر بقى. عايزين تحطوا اللي هو بالشطه والليمون، اللي بالمنكهات الاجبان اللي حضرتك، عايزين تحطوا التوابل زي حالاتي براحتكم. دي تسالي كده بتبقى جميله قوي 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 والله، غير الحاجات اللي هي بتبقى يعني بره بقى. تعالوا كده ايه، هسيبها شويه. ايوه، ونايه وننضف هنا، وانا هجهز بقى التوابل دي، اعمل منها شويه كده عشان انزلهم في البوله على طول. اهو هنجهز شويه منهم، جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده بوله صغنونه، هحط بقى فيها شويه من التوابل دي. انا عندي هنا الكاري، الكاري بيدي طعم حلو. يعني احنا نعمل بقى التوليفه، البابريكا طبعا هحط كميه حلوه ان هي مفيده جدا، ودي بابريكا مدخنه كمان، رشه كده من الكمون خفيفه. نحط بقى ايه التوم الباودر والبصل الباودر، طعم حلو قوي. الكمون بيبقى نسبته قليله عشان ما يمررش، مديش طعم مر يعني. وشويه بقى الاوريجانو او الزعتر كده، حبه حلوين. اهو
ده كالي خلاص. هخلي بقى الحبه دول طعم روعه. ناخد بقى رشه ملح، سنه فلفل. لا انا هقلب اللي في البوله هضيفهم على طول اول ما تطلع في البوله الكبيره فوقها على طول اول ما تطلع اهو. إيه لا ينفع تبقى من فوق بقى. ماشي يا فندم، تسلم الايادي والله. اهو دي خلاص كده. هنشيل بقى التوابل دي، المجموعه الحلوه دي هنحط ده هنا، وهنبدا نستعد ان احنا ايه نطلع المكرونه الحلوه دي. بس مش عايزه المسها دلوقتي، خليها ايه تتقرمش كويس. خلاص هتاخد بقى اللون الحلو بتاعها ذهبي خفيف. انا مش عايزه طبعا انشفها قوي عشان ما تبقاش ناشفه على اسنانها، يا دوب بس تاخد كده حاجه كريسبي. طب ليه احنا نبص بقى بصه كده، بصوا اعواد البيتزا بقت جميله ازاي. الله هنشيلها، احنا هنشيلها بقى. بصوا كده الجمال اهي، جميله جدا. تعالوا بقى نطلعها كده ونقدم الاعواد الحلوه دي، حلوه قوي. ناخد مثلا الطبق الجميل ده، بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اخد قولوا لي انتوا مين معانا عشان انا مش سامعه، ودي سخنه قوي، خليني بس اهديها شويه. ايوه مين معانا؟ ايوه لا والله اشاعات مغرضه. طيب ماشي بسم الله. الله يا نهار ابيض، نهار ابيض. مش عايزاها تبين عشان انا كنت باكل دلوقتي صوص فضل. بصوا الجمال، بصوا الحلويات، هجيبها لحضراتكم هنا. انا حاسه ان انت كده هتبقى مستريح اكتر. حاضر حاضر يا فندم، اللي تؤمر بيه يا فندم. هي فكره رائعه بصراحه. شايفين الجمال، الحلاوه دي طعمها روعه. لازم اوريكم برضو طريه، بصوا طريه حلوه قوي، يامي يامي فعلا. الله الله، بصوا بقى ده نهار ابيض، انا اشيله مخصوص. ما تقدرش تزعل انت بالذات، ما تزعلش. ربنا يبارك فيكم حبايبي، شكرا لذوقكم. شايفين بقى اهو الولاد بقى لو شافوا ده وقاعدين بقى قاعده كده هتلاقوهم نقنقوا فيها وكلوا منها واتبسطوا بيها قوي. الولاد بيحبوا الحاجات دي سبحان الله. الجيل ده غريبه عننا زمان، يعني احنا بعتبر نفسي خلاص احنا كبرنا، احنا بقينا الجيل بس سبحان الله الواحد لما بيقابل الناس اللي شبهه. وانا مبسوطه بكل اللي في كنترول الجيل ده. تعالوا ناخد استاذ احمد نشوف رايه ايه معانا بقى. استاذ احمد السلام عليكم يا شيخ عظيم. ازيك يا ابو حميد، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله، بحب حضرتك يا حبيب قلبي. ربنا يسعد قلبك يا رب. يا احمد انت في سنه كام؟ انا في اولى ثانوي. ما شاء الله يا حبيبي، كويس قوي ما شاء الله. بتفرج عليكم بقلد حاجاتك اللي بتعمليها كل يوم عندي في البيت. يا حبيب قلبي تسلم ايدك وعينك يا رب، وربنا يوفقك ويسعدك يا احمد بجد. انا عملت السنابون واسمه ده طلع حلو يا احمد؟ كل فكاته كان تحفه ما شاء الله. تسلم ايدك، انت اللي عملت، تسلم ايدك انت. الله يخليك. مش عايز اي حاجه؟ طب نعملها لك كله يا حبيبي. صحة وهنا على قلبكوا دايما. انا عايز المولتن كيك. المولتن كيك حاضر، انا هنزل لك حالا مقاديرها وشوف الحلقه لان انا عملتها. هنزل لك مقاديرها. طيب هنزل لك كمان مقاديرها دلوقتي حالا من عيني الاثنين. تسلمني يا احمد، شكرا ليك يا حبيبي، شكرا ليك. تعالوا بقى نقدم القمر ده هنا وايه ونشوف بقى مقرمشاتنا. نزل بعد اذنك المولتن كيك عشان ابو حميد الغالي لو سمحتي يا ندى. المولتن كيك يا احمد نسبه الزيت فيها قليله قوي، هي بتعتمد دايما على الشوكولاته علشان الشوكولاته الخام هي الايه الايشو في الموضوع، ان احنا نفتحها فتنزل الصوص، فنسبه الزيت يا دوب تعمل الفريم وليها قوالب كده لطيفه. ان شاء الله في الفاصل بس اخليهم يشوفوا لنا قالب منهم اوريهولك علشان تجيبها، سواء تعمل قالب كبير
او تعمل قوالب صغيره وتقدر تحتفظ بيها في الفريزر وتطلعها تسخنها في الميكرويف في اي وقت. هتعجبك ان شاء الله الوصفه دي مظبوطه. ناخد هبه. صباح الفل يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا بوب، عامله ايه؟ بجد النهارده بقى الحلقه دي حكايه، مش ممكن يا حبيبتي. جميل جميل يا حبيبتي يا هبه، تسلمي. حاجه تحفه يا روح قلبي، تسلمي والله يا هبه، ده كل بذوق. الله يسعدك حقيقي. جميل انك الولاد كده من غير لانش بوكس ولا حاجه، تحفه تحفه والله. جميله ولقيتها طريه ولا نشفت في الفرن حبيبتي. لا ومش مكلفه ولا اي حاجه، الحاجات كلها سهله وسريعه الحمد لله. جميله جميله، تسلم ايديكي على كل حاجه. تسلمي يا روح قلبي. مالكيش اي طلب طيب يا هبه؟ والله بص، انا معاكي قوي يعني في حته البيتزا بتاعتها، يعني تطلع بره بالظبط لان انا بعملها وبرضه بتطلع مني ناشفه سنه. طب بصي بقى، انا عامله حلقه فيها الميني بيتزا صغيره كده، وعامله بمقادير صغيره قليله عشان تجربيها. لو سمحتي جربيها واعمليها زي ما انا عملتها بالظبط، وكلميني هستنى تليفونك تقولي لي اخبارها ايه. تمام خلاص، بس ان شاء الله هتظبط معاكي وهتبقى روعه ان شاء الله. اكيد من طريقتك اكيد. حياتي، ربنا يسعدك حبيبتي. تسلمي لي يا هبه، نورتيني وشرفتيني حبيبه عمري، شكرا ليكي. بصوا بقى، انا بحاول اشوف المصفى. ابو حميد الغالي حماده تقريبا مع السلو شويه. انا محتاجه الكاميرا دي تروح عند محمد توريهم هو عامل ازاي دلوقتي. يا حبيبي عيني تعبان. ماشي خلاص، انا مسامحه، بس انا بص كده اشوفها، هي اهي لقيتها خلاص الحمد لله. لا استني بقى، خلاص احنا هنطلع المكرونه اهي. بصوا بقى، انا جبت مصفى عشان ابقى صفيت برضو الزيت الزياده اهي وفوق هنا خلاص، وهعملها بقى كده ونبدا نحط عليها المكونات بتاعتنا اهي. شايفين بقى المكرونه طالعه ازاي اهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عملت فريم حلو، بسم الله، وعشان نصفي الزيت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، شايفين ازاي وهي بقى سخنه كده؟ طبعا هنبعد الزيت كده بالراحه، وتخلوا بالكم دايما من الزيت ده. لا هي مش هتاخد اللون غير من دول. بصوا بقى، هي دي التوابل اللي هتديها اللون اهي. شفتوا بقى، انا لو اديتها لون في التحمير يا ندى هتنشف وهتبقى جامده، هتكسر سناننا واحنا مش ناقصين. بعدين دكاتره السنان يشتغلوا بقى. اهو شوفوا الجمال اهي، شايفين وهي سخنه وحلوه اهي. بيقولوا لي يلا بقى نقدمها عشان نخش ندوقها. ماشي حاضر، من عينيا الاثنين اهي. بصوا الجمال اهي، تسلمي يا روح قلبي، تسلمي يا قلبي اهو. شايفين الجمال؟ خلاص يلا بقى احنا نقدمها في الطبق بتاعنا هنا، نوري حضراتكم برضو شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هنعمل وصفة برضو محببة للولاد، وطبعا المامي لو عايزينها صحية هنعملها لكم صحية ما تقلقوش. بصوا بقى، التوابل يعني طعمها روعة. شوفوا احنا اللي عاملينها، ما احناش يعني ايه شارينها جاهزة. طبعا لو عايزين تشتروها جاهزة براحتكم، بس التوابل دي مع بعض توليفتها زي الجاهزة بالظبط والله، هتلاقوها جميلة وطعمها حلو. شايفين ازاي؟ وبصوا فيها طراوة، ما هياش ناشفة، عشان ما تتضايقوش والولاد سنانهم ما تتعبش، ما احنا برضو يعني عايزينهم ياكلوا حاجه تبقى كويسه وصحيه، وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه على اسنانهم وتضايقهم.